فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أن يقوم البنك بشراء أرض لي ثم يقسطها علي؟ إذا اشتراها البنك وملكها وحازها قبضها يجوز يبيعها عليك، يجوز يبيعها عليك. أما أنه يشتريها لك ويسلم ثمنها ويسترد منك بزيادة، فهذا قرض ما هو بيع، هذا قرض. شراها لك بالنيابة وأقرضك ثمنها بزيادة، هذا ربا. نعم.